بكم يا أصدقائي، رجعنا لكم فيديو جديد مع مغامرات دودو. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وابعثوا الفيديو لأصحابكم، أهم إشي الاشتراك عشان عائلة دودو تكبر. ويلا نبدأ بالفيديو. التحدي اليوم رح تكون عن جبنا إشي دائري طويل، أي إشي دائري عندكم يا بس يكون طويل، وجبنا عنه مغطات. كل واحد راح يمسك المغطى هيك وفوتها جوا، نشوف مين بخلص العلبة أول. اللي بخلص العلبة أول هو اللي بيكون الفايز، وأنا متحمسة كثير إنه أنا أفوز. ويلا نبدأ. وهينا نبلش نفوت المغطى جواتهم. تعبت بس انا راح احفظ عليك. لا انا اللي احفظ عليك وبتشوف. Thank you.
كم لسه ضل هذول؟ وهيك بنكون خلصنا فك المطاطا. أنا فكيت 100 مطاطا وأنا فكيت 150 مطاطا، فأنا اللي فزت. يس أنا اللي فزت. وبنهاية الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وابعث الفيديو لأصحابكم، أهم شيء الاشتراك عشان الفيديو تكبر. ومع السلامة. مرحبا بكم أصدقائي، رجعنا لكم فيديو جديد مع مغامرات دودو. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وابعث الفيديو لأصحابكم، أهم شيء الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. ويلا نبدأ بالفيديو. فكرة الفيديو عن أختي راح تسألنا أسئلة واللي بيجاوب ونشوف مين يريد ثقافة أكثر، وأنتوا بالبيت جاوبوا معانا، واللي يفوز راح راح في عنا هون البلالين وعنا زرار.